أمهات كتير بتشتكي إن أولادها دايماً عايزين يأكلوا حاجات مش صحية. حقيقة إن المشكلة مش عند الأولاد، هو المشكلة عند الأم اللي قدمت له أصلاً من الأول حاجات مش صحية وعودته من وهو حتى عنده 6 شهور إن هي تضيف له سكر أو ملح على الأكل بتاعه، وبعد كده بنرجع نشتكي. الأحسن إن إحنا نعلم ابننا من day one أو من أول ما يبتدي إن هو يأكل إن ممنوع أبداً إن إحنا نأكل أكل مش صحي. علشان كده لازم كمان نتعلم إزاي نقدم بدايل صحية، زي مثلاً بدل الدقيق العادي ممكن نقدم دقيق شوفان أو دقيق كامل الحبوب. ممكن كمان نتعلم إن إحنا نقلل السكريات بقدر الإمكان. السكر هو عبارة عن زي حاجة كده زي الإدمان، لو إحنا مش متعودين عليه مش هنحتاجه.